كل إجراء تتخذه هو تصويت لنوع الشخص الذي ترغب في أن تصبحه. لا يوجد مثيل واحد سيغير معتقداتك، ولكن مع تزايد الأصوات يتطور الدليل على هويتك الجديدة أيضا. جيمس كلير، العادات الذرية. اللطف لا يعني السماح لأنفسنا بإلقاء اللوم على الآخرين أو اختلاق الأعذار أو إنكار وجود مشكلة في الواقع. الحب القاسي وثيق الصلة بحب الذات، ولا يتعين علينا حل مشكلة الجوع في العالم في يوم واحد. يمكننا تقسيم تطلعاتنا الكبيرة إلى أهداف صغيرة. هذه الأصوات هي إجراءات صغيرة نتخذها كل يوم. من الجيد أن نتحمل المسؤولية الشخصية. كلمة طيبة أصبحت من النوع الرائد في حياتنا.